ازيك يا سيد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الحلويات اللي انتوا عاملينها دي؟ الشغل يا باشا جاي رايح شرحية مخصوص. رايحة فين؟ الشغل دي بتاع ابو حنين. رايح فين؟ دي صباحية يا باشا. يا جماعة دي صباحية على فكرة، ما شاء الله، الله اللهم بارك. يعني صباحية دي خيار؟ اه بنحطوا له لمعة اهوت. ده زينة بتزينوه كده؟ ايوه، عشان صباحية عروسة. ده جايبين لها زينة، جايبين له زينة. الله، الاناناس بردك بالشكل الجديد كده جميل، وعندنا الخوخ بردك كده. اللهم صل على النبي. والجوافه نفس الحركه، والتفاح والطماطم ما شاء الله. شيل البلاستر ده كده، شايفين؟ الله، على فكره الحاجه يعني ابو حنين بيبيع حاجات درجه اولى على فكره والله. كل دي شغل يعني انا بقول اي حد عايز صباحيه عروسه، زيارات، اي حاجه من عند ابو حنين. يا جماعه ابو حنين موجود في شارع الاداره التعليميه القديم، و اي عيد ميلاد، اي شيء، بطيخه درجه واحد، بطيخه درجه اولى الصراحه، حاجته جميله جدا جدا، بيجيب انضف واحسن الاصناف، سواء طماطم، جميع الخضار، كل حاجه كل حلوه، حتى التوم، كاباتشو، توم والتوم، وحاجات حلوه قوي. شايفين كل حاجه اللي مش هتلاقيها في اي مكان هتلاقيها عند ابو حنين. طبعا انا هسيب لكم العنوان في الفيديو. شوفوا التوم عامل ازاي، ده توم يا جماعه، ده توم مش تفاح. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومبروك للعروسه، وكلمه كده اشكروا فيها الاستاذ سيد اللي تعبان وشقيان يعني، عشان يطلع حاجه حلوه وطلع حاجه جميله. سيد عايز تقول ايه للمتابعين؟ انا عايز كلها خير من عندهم. ها؟ انا عايز الخير كله. سامعيني السيد يا جماعه؟ احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين رضا ربنا. عقبال يوم زفافك يا سيد، عقبال لما عروستك تجيب لك. يا رب. يلا باي باي.